دكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والمرور والمطارات بكليه الهندسه جامعه بني سويف. مساء الخير يا فندم. فندم ومشاهدينا الكرام، دكتور عبد الله، يعني مطار العلمين مكان متميز جدا، ووجوده على البحر المتوسط ده شيء يعني يندر ان يتكرر يمكن في العالم كله، فايه اللي ممكن نجنيه من تطويره ليصبح مطارا دوليا ممكن عن طريقه يبقى فيه مسافرين ويبقى فيه بضائع ويبقى فيه حاجات كتير؟ يعني خلينا نتكلم بمفهوم لا سواء، انا مش سامح حضرتك يا دكتور، لو سمحتوا علوا لي صوت الدكتور. سامعني يا فندم كده؟ كده احسن شويه. بقول لحضرتك خلينا نتكلم بمفهوم اشمل، ان ما يتم على ارض مصر حاليا هو تحويل الدوله المصريه لدوله عصريه حديثه بمفاهيم جديده وذكيه يكون لها السبق والرياده في كافه المجالات. في عداله تامه في توزيع المشروعات بشكل كبير، وتناغم شديد جدا بين كافه الجهات التنفيذيه في الدوله لتنفيذ كافه المشروعات الموجوده. وخلينا نقول ان بيتم النهارده في المنطقه الشماليه الغربيه، هي دي منطقه بيتم اعدادها لتصبح منطقه من اكبر المناطق الاقتصاديه على مستوى العالم. سياده الرئيس بيوجه بتوفير كافه الخدمات والبنيه التحتيه في منطقه بيتم تجهيزها لعمل مجتمعات عمرانيه كبيره عند الدلتا جديده 2 مليون فدان، تطوير منطقه الساحل الشمالي بالكامل، في مجموعه من البدائل اللي كان لابد من دخولها اللي هي البديل الجوي، فاصبح في عندي بديل المطارات، المطار الاسكندريه، برج العرب، العلمين، في عندي مطار في مطروح، بيتم دلوقتي دراسه مطار اخر في سيوه لتعظيم الاستفاده من المناطق الموجوده، فتح مجالات استثمار، فتح مجتمعات عمرانيه جديده لتقليل الكثافات في المدن الجديده القديمه، مع وضع خطه موازيه لتطوير كافه المدن القديمه، اشراك كافه ابناء الدوله في المشروعات ديت ورسم خريطه جديده للدوله المصريه. منطقه مطار العلمين منطقه مهمه جدا، هتخدم مدينه من اكبر المدن الجيل الرابع اللي موجوده وتم انشائها في الدوله المصريه، وهتبقى من اكبر واجمل المدن على مستوى العالم في المستقبل القريب. دايما سيادة الرئيس عينه على المستقبل وبيوفر كل الامكانيات المطلوبه بحيث ان تصبح الاماكن دي متكامله مش ناقصها اي حاجه. مع المطارات اللي بتتعمل، عمل شبكه محاور قويه، عند حضرتك محور التعمير كنا لسه بنتكلم فيه من فتره قريبه، كان فيه سياده الرئيس في العيد وانشاء وتطويره، عمل طرق لفصل حركه النقل عن حركه الملاكي، ربط محور التعمير مع طريق الساحل الدولي، طريق وادي النطرون العلمين، طريق القريه الاسكندريه، طريق محور الضبعه، عندي اتكلمنا قبل كده في طريق سيوه مطروح، كل دي بدايل تم عملها على النقل لتوفير وتسهيل حركه النقل السطحي. عمل خط سكه حديد سريع، وده بينقل حركه تجاره كبيره جدا، قلنا قبل كده من السخنه لمنطقه الاسكندريه، وتطوير كافه بدائل او المواني اللي موجوده وتجهيزها بحيث تصبح جاهزه لاستقبال حركه التجاره اللي جايه من خلال القطار السريع، فاصبح في تطوير لمنها الاسكندريه من ابو قير. والنهارده كان رئيس الوزراء بيتابع برضو اخر التطورات في مشروع القطار السريع. بشكرك جدا دكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والمطارات والمرور بكليه الهندسه جامعه بني سويف.